شبكه ورباهيتها علنك اي تي في جيدا ويقصوا تبين انه فقره وين اي كدو كنيان ثلاثه العيد الاضحى سومالي دو كل ولد كنوروين داو شو ناكسن عيد ناكسن سرو شبكه ورباهيتها علنك عيد وراكسن عيد مبارك وانت بخير بعد رمي ثمان تفرحات انت لك يا فرحات دريم يا واحد السلام يا تمام مسلمين تبارك استوى جوجان وحنا لنا عيد ورا يسقون عيدا سنة ورا يسقون كل سنة في سنة هاي عافا قبل عيد اللي قال لنا عيد ورا يسقون عيد ورا يسقون أدي أدار على ك وهدي سؤال على كيدون عيد أن ما تعيد أضحى هل كانوا كنت بين مسلمين تقدر كان عن سؤال إذا أدارواها بلينا إلى لحد بلينا سنة كاسرة جوجا دلكني والنبضه برواق يا خير يا بخير يا رجال يا على كلامه مدعي لي ازاي وراكسن ويغب كلام لسبيبي كان شيخ عيلا ما نزل جبل دقه هاجي ادار مهجتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اين مكانك؟ قال لي شو عندنا شوق و هذا حد رمي ثمان فرحت فرحت عيد ونشر حق رمي سامانتا حق رمي حق وين حق الهي حق الدنيا هذا ضم وحان عاد المسلمين فرحوا ومساكل الصوم هذا ضم انا مبليين المسلمين تمنيل يشوق عن مكان عام الصومالي الصومالي قلبي يقول الهي عيد ونشر بارك الله فيكم ان شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله الى سبحانه وتعالى عن قبر يمان ضد المسلمين تجد ملك السيدوغان هذه اعمال الحجاج dadkan xajka ilaahay u qabanay sanadkan dhammaantood ilaahay ka baryaynaa ilaahay macmaashay ka aqbalo kuwa xajka xajkooda ilaahay ka aqbalo kuwa kalena soonka ay soonayaan iyo fadaaisha kale acmaasha kale qabli badan ay sameeyeen ilaahay ka aqbalo ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka muslimiinta meel walba joogaana kul waxaan leynaa macalimiin ilaahay subxaana wa tacaala si sasana laga aqbalo idinkana baarakallahu fiikum jazaakum allahu khayran ilaahay dhammaan aad baad u mahadsan tahay sheekh ciid wanaagsan maxaa la ciidayn kula caafimaanta ku khayr idaacad idaacadda iyo joornaalka micnaha calanka waxaa la leeyahay ciid wanaagsan caalamka oo dhan dhalinyarada iyo ummadda soomaaliyeed inta oo soo joogta intii taqaanay intaa garanayo aad baad u mahadsan tahay maanta maxaad dareemaysaa كل عام وانتم بخير عيد ونكسن عيد ونكسن عيد ونكسن عيد ونكسن هذيك هي وتبع الوحي السلام عليكم هذا ما سنت كبر المنت فقرا وانه لا سوق صباح حد رمي ساعه هذه يا حبيبي عاوي دكتور كدي ما عمو هو الى اخره كدي هذا والله ما سنت عيد ونكسن ونكسن كل عام وانتم بخير عام وانتم بخير حد ما سنت لا قد رمي ساعه فقرا وانه لا سوق الحمد لله اد اكبر احسن لهي ميل وين دكتور ما كنا فرحسي امارين وحن رجينا ان شاء الله احسن عيد دم مساجدك الى فتك ان شاء الله يا جعشة هنا سلام تعطيه كفة هذه سنة فرصة ده يكون جزء سبب كده على كمان ده رحمة الله الله وح سلام يا دكتور ما أخر محل الخاطر هذا دكتور ما أخر أصلا دكتور ما أخر نور ودكتور إن شاء الله دكتور داون يا على كم أخر ويب سايت كيس الفيديو هاد بعض ما صدق نك حفصي كجيران لنا عيد ونكسن عيد ونكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير لما وحن مشى نقولها نذيني يا سلام كمل كستي جوان عالم في كل الهين وعن لا عيدا عيدا كجارة فرحتي إيه برارة إيه برواقه تكلم وحن أدو لدر دار ملها سلام كمل كستي جوان إني من النقدان من أبقى يلو قدا أنت أبي إسكت دافن إلهي تبارك وتعالى ووحدة نبينا وأصل در النبي بوجود بيا النبي محمد عليه الصلاة والسلام شقذا صار لجربا ددل كاسر لجربا فكر كاسر لجربا وعندي لا مركا نوال با عالم كي مادي مزولة بلوغ قنجرة وعلى جربا مزولية النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت النبي صلى الله عليه وسلم وما أنت وجودا بيسي وقلاد لرسولك صلى الله عليه وسلم حج الوداع وحجك كلي وحج النبي عليه الصلاة والسلام كابوها بقول يا أفر يا الله بطنكم وسحابي يمشي النبي كتشكيلة عليه الصلاة والسلام عالم كدافي سو جاران بقول يا طبنكم عالم كدافي سكو أسين إلا طبنكم يا جزيرة العرب وأصن وعين وذين كلمة التوحيد واليقين لا إله إلا الله محمد رسول الله شقدا سأطى لقف البؤر دقيستا ماشي النبي نوحي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية آيات بأ الله كدقة نوحي النبي صلى الله عليه وسلم كي يقانا كان قنين هجر سيبيري وجزاكم الله خير الجزاء سلم على سيدنا أدبض ما سنتاي أنا تبقى يا شوز وينك وين تبقى يا شوز عيد مارك بو عيد مارك بيجي
يا سلام لله ما تادو كفاية سنين برصدة أنا سبكة دور بعدين تعلق لما واحد سلام يا مد مسلمين تا عالم لما أنتوا سلام يا كاد بعضو ما Grazie mamma. Tu Maria. Annolato. Annolato. Somali annolato. Alanka. Alega. .com. .com. Shabakada. Shabakada. Warbaahinta. Warbaahinta. Alanka. Alega. Tifa Alanka. Tifa Alega. Omaasanta. Omaasiga. Hallelujah. Allah adu maasanta runti waxay ka mid tahay qayb ka mid ah maanta ciida ee nala qaateen dadka ajaanibta ee jooga magaalada Norway. Somali annal. Barapapa. Chiripichi. Chiripichi. Grazie. Dego. عيد مانتا سيدو وراكتا مانتا وانتا داد بضان ناس كسو بحيوان كل عام كل عام وانتم بخير عن ليها وطمان تسمالي مانتا مال والبيتوك تو حد دي آن نحاي نوروي فرحاد يعني واكد وادحا نوكان واكاشر عن نحاي سيدا عبدالله صمتو وايا شنجير كين دي سدح جير كين دي عيد لدحاي محلائي ومانتا سمالي محلو وحكين يعني ودفت الهي كاقان خير لو بدلو سنة كاسر في سنة برسل وانتا يا ريكو كفا دي سنة يو تستيديق عالنك مصد ومانتا كسية سلامتا كو حن سلامة يا محرة حافظة وإذك أركتني نمبر ون وحن سلامة يا حلي دي دواتي كدق على نسي سحب لك السلام عليكم ورحمة الله لا أدفع ضمع سنتا لزو ناكسن لزو ناكسن ما أنت إيش دورك كان عيدا ما أطوح راكا ما أرغير وعاد فرحة بغالي يا سلامي سادق وكفا يدي سنة فرصة تي فيك عالك وحن سلامة يا مركب ورسا هو يدي هندي سبحة العيسى وكنا الوطفة برعو ولكن فرحة شعر وشوكة بوتي ولكن عبد عصود وشوكة بوتي إذا أنا دوها ونلاح بشوكة العرض شعر وشوكة دماء ولا لحي إذا أنا دولة شوكة برعي الحمد لله هذا برضو ما سنتا هذه كاملة ولا لحي ماما كسونا وتي فيك على هي مانتي كفالونا يا رماها العيد عيد ونكسن عيد مبارك كل عام وانت بخير وقتها سيدو ورنكتا مانتا ديكو فرصدك كفاية دي سنة تي فيك على الفسية سلامتا آد يا آد بعد أمها تصدت هاي وحن سلامة يا ولا الله دي وشوقي صومالي اللي هي جيبوتي عبد عصود يا حاج كيشا ايه كيف كانوا السلام يا عبد الله مصطفى ومد اسلام كلنا والسلام يا عبد الله كل عام وانت بخير بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك دمانتين ماشا وحن كسلامة يا هويضي دقائلقة حليم عمر قعر ولا شيء سعدية ولا شيء نصر ولا شيء لولي كل سوماليا وإذا السلامة دمانتين فرحتكو عيدة ماشا وحن فرصتنا قسيي علنك دات كوم يقضى وذا ما شاء الله كل جين فرحتكو عيدة عيد ونكسر عيد ونكسر بسم الله الرحمن الرحيم وحن وارك عيدة نينا كوب عيدنا ونأجي كالكعل ترى يدعي هذا هو مصدى هذا هو مصدى هذا قمر دو أرك تامانت عيدة والله عيدة هارك تامانت فحط مدينة تحديدها صدى غالي يا تي في على كمان تبصي يا دكتور في السنة يا سلامي يا سلام يا سلامي 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 كسر نوشة بكذا وربعين تعالى كي تي في كذا ما أنت يا ديكو ما العيدة ولينا كجرا قبي شغلة تاكسي كذا وراك تعيدة ما شاء الله مرحبا عيد راك سنة الله يا هاي لما المدة الصوماليات يا رحمن غير وشلو عبد السلام يا صاحبتي لا أيه في كذا ترى هذا إنك استويت إنك استويت قانا ما قاعد يجي مغادي هذا ما دوم أنت هذا كم بدل
عيد وناكسن عيد وناكسن ماما ماما ما أنت تلفيشك علنك فرصتك قالك أوكسي يا سلام يا سادة عيدك في هذه السنة ما حس سلام يا ماما دمان أمضى الصومالي الميلة هي جوتبة يا سلام يا وتعي قاسة يا سلام إنت قاسة ما حس سلام يا ذلك الصومالي يا سلام يا مدشوا وحن سلام يا الصومالي وده ماشي جوتبة وحن سلام يا عيد عيد يا الله خير الله ينورسيو أدوا ما سنتاع هيا ماما سلام عليك الله الله ما شاء الله ما فيها waxaan maleeynaa maanta in aan isweydiinayno waxa laga wareysanayo waxaan maleeynaa maalinta ciidda horta waxaan markii hore ciid walaal sameeyay dhamaan ummada Soomaaliyeed ee ku sugan qabiilada markala badal waxaan leeyahay ciid walaal dhamaan shaqaalaha maamulayaasha iyo bilaha shabakada calanka dadkan iyo sidoo kale shaqaalaha shabakada shaaciye iyo maamulayaasheeda aad baad u mahadsantahay daawadeyaal sida ogtiin Xuseen kuma eka inuu yahay suxufi inuu yahay milkiilaha shaaciye haddaba Xuseen waxa jirta inuu yahay laashin weyn ee looga dambeeyay dalka Norway Xuseen balmaantay annagu waliba kidis ku galo kulanay ha inoogu tala gashay annaga ciidda in nagu la ciidda shabakada warbaahinta calanka bal waxaan kugu naqeynaa والله يقول جل الله سيو نورت كم تلقي إيران مار إيشك إن شركة ريو نشبك ده علنك تاس درادي لكن وحاسك ده إن مارتي بالمسك هذا بيحك سوي مع هذا الشعب كسر مريت أن وش نشبك ده علنك نوح إيتها ده وش هو نحسن بالوحي مح مسك هذا حسين أنا سكيد سكولو كله نكسر ما عندهن marka horta waxaan umad Soomaali u sheegayaa inta aan isku shirka qaadin horta shabakada calanka waa shabakad ku caan baxday horta codka qaranka Soomaaliyeed mar walba waxay tabisaa wax dadka iyo dalka iyo qaranka Soomaaliyeed u wanaagsan waxaan u maleynaa inaysan cid walba dah ka sareen in shabakada calanka ay tahay shabakad u adeegta qaranka Soomaaliyeed saad daraadeed waxaan leeyahay calanka codka qaranka ku caan tahay ciinanka hay علانك وعودك قارنك قعانته عينانك هاي شبكة علانك وعانو عانو كنت هاي إن أي مرة بك هذا شعودك قارنك سباليد ثلاث دراجة دا يالله ودا أريد مسكحة جيو قسم لحتي من أهم دا وقصة تلقى لو أمد هاد يكتب واتاي تاسو هاي تي هاد مسكحة دا وقسم لحتي شبكة دا ورباهين تعالنك حسين والله نمو قيل جل الله سيه حسنا دا مسكحة دا والله إن أدي هذا وفرح سلا ورطة ما أنت إن شبكة دا علانك ماشان إن أبطريو إن شرف إن هذا يقول جل الله سيه بدل ايغو قبطي مسكحه الباريتان دهر انكتو اي وبانن لكن افرت حبه كو سوتور ان فرحت بل واي بل سو سو ان ويل جل اختارت ان ورباهنتا ان وحتى ان مردو كو سوبيري ان ادي ادنا وحنا اركيت دد بدلو كاغي شيكينايو ان اد معناه شخصي ان مارتي شفاسي اد سوتو وانا كو فرحت ان في شعب الصومالي انت بدل اي كو برتان كوغلو برتان ان اد معناه كمل نقطه صاحبي الصومالي اي عانك اي مرك صدرت وحنا ديلاي ان wil jalalaxiyo warkaga hay warbaahin lama weesade wil jalalaxiyo warkaga hay warbaahin lama weesade waxa ka wada warbaahinta waa soo gashay waana dhex gashay waana timid marka saas daraadeed aad socoto ayaa loo baahay oo aad ilweysan aad baa ugu maatan taa dadka sidoo kale aad baa u baahan tahay kaasi wuxuu ahaa laashinka weyn aad u taqaanan ahna milkiilaha shabakada shaaciye Xuseen oo inuu kala kulanay sikidisa annagoo barnaamijkii ciid wanaagsan ku gudo jirna aad baad u maasan tahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan ku soo dhawo shabakada warbaahinta calanka TV-ga adigoo fursad ciid wanaagsan ka faa'iideysanay maxaa oran leh waxaan oran lahaa haa sagow kibirba haa waa lagu kufay ka looba nin xaq ay waxa ka dambayn haa wixii ka dambayn jiray tarwish haa bal dunida joog xamar noodi lacday xulo noodi waata bis لكن إذا لقى هلا محا كبير كي كان إيد ما يعني في قدرته ما نقانا إيد ما إيد لكن برامج تعيد ونكسون وايد تعيد ونكس أي صبر كان محا كان كبير يوال كفا يوال مرداء معناه أرجع معناه بحكم سلسين بحكم سلسين صمالي صمالي ليس تا أي أم عسوا إستان واحد شو أسأل قرر ما صبر كان محا ده هذه محا وشيء قلنا واحد عسوا إستان عم كل له أدوس ركبة صورنا رنو ودي قدام يا رنو ودلان دور أيه يقول عيارت كده يد بحلا ما يلعن ومرك عيارت ما يبه عيارت لا ورا
وأتاي داود يلولو حكو ترى برامج كي عيد ونعكسنا إنه بقشة جابان كوسو قارني حفيز كسامسون فريشين يكوي على مجال هذا أصله إنه كلو كلو نميت كم إذا برفسارة الصومالية واحد كذي جامعة هذا أص كم إذا جامعة هذا هواوين يكوي على ذلك نوروين برفسار محمد حسين قاس كم إذا هاينا رجل وزارة جيد إذا دتك أصو ترتمي برفسار كوسو لو شبكة دور بعدين تعال كي تي في جد ما سنت عيد ولا ما سنت وأتاي سيدو ركض مانت مانت أعمال عيد إنه دتك الصومالية أكلا غير قادين يس برامج كي عيد ونعكسن والله أعمال محاه هذه فرحت يو من نانتي سنة نوح الله شعبك صمار النار والبيت شو قال عيد ونعكسن نوح الإله محاه هذه كبر هي إن سنة كنا عيد نتي تي ذا كله ومدة صومالية ذا كبر حضير لبات هذا ومحاه هذه ولا تنمو يو نبض يو إيه الشرف إيه عزي إلهي نقول كارسيو يا دولة محاه هذه حب له وتلك يدتك معها إذا كسرت الدبات ذا يكتب. إن وقتها بروفيسور مرلو حتى كتير مقالات مقدشة واللي بقى دهمي جاوا هاي إن نقطة رجل زارع ومد الصوماليات إن بلوح من رأي سكرتها تفاصيل هذا. ما حقيقة يعني مقالات مقدشة ما أنا متجين لكن حصل صوم مرأي قبل فر بدن الصومالي كم إذا مركب أروح أنا متجي شقي أنا متجي مشاعر أنا راس أيوة أنت كودان أيوة هي هذا النرويجي أنا سوقي مريم. كتب أيه تمد مشرحة إن النقدام ويستهلو وأنو ترتمت شيء هذا الرزق زار نبدأ وعن محاه هذي وهم بليين يا محاه هذي رزق زار على دورتي سدوا كلام الحوينها وحنا لا يوم مدة الصومالية دي تذكر الصومالية وحوي أن تدباتو يبربر دل دباتو يبربر محاه هذي وقت بعد كسبنا ترى واحد يسوي شيء يوم هو قف والبا ووجه دي تذكر ما حد ينوي كرن كريان way 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 no ogi hadda wadanku ku jiro ama Soomaali een xilkuna hadda iyagu saaran yahay qof walba Soomaaliyeed xil ba saaran laakiin halka ugu weyn ummada inay jeeyaan oo hoggaamiyaan oo xikmad iyo maxaa hayday een aragtin cilmiyeysan oo dhibaatooyinka oo dhan laga bixi karo ay la yimaadaan iyaga saaran tahay taariikhda meesha iska qoran bay ku qori doontaa waxaan uga rajaynayaa in uu ilaahay ku guuleeyo oo maxaa hayday horumar iyo yoolaag dadkii dadka gaarsiin lahaa oo ilaahay ka dhigo waa tahay in wali waxaan ku jirnaa xafiiska Samsung Foundation oo asagana jooga mid ka mid ah xildhibaanada Soomaaliyeed ee ka mid ah dalka Norway Soomaalida xildhibaanada ka ah in Saciid Daamay ku soo loo shabakada warbaahinta caalamka ee TV-geeda barnaamijka ciid wanaagsan aliya dad mahadsantiin waa tahay adiga oo fursadan ka faa'iideysanaya maanta ya salaamii lahayd ya wax dhilayd ummada Soomaaliyeed horta hore guud ahaan ummada muslimka meel walba joogan iyo ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan Ilaahay idin kaga bariyaa ciidan ciideeda kale anoo wadankeeni oo nabad ku ciidna ka bariyana Ilaahay idin kaga bariyaa waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhamaan inta ahla iyo qaraaba in waa tahay qof waliba Soomaali ah ama siyaasi walba marka wareysi laga qaado ama TV-ga fursad u yeesho wuxuu yiraahdaa waxa jicalnaa sanadkan sanadku ku xigtay inaan ku ciidna dalkeeni ولين واجهتان دلكن ولين وحكا هايسان شقد دولدين مركا سيدي تاس كسورة قلي كرتا تاس وحي كسورة هنطا وارن سونا النقضة ارن كابنا اذن كان الرجلان وارباتين تيدا رجل مرو الوي جلتا انو وضن كتوصو ولو عيدو لا 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 محمد حيدها لا امن مع الحياة اما لا يأسى مع الحياة بيهيد مكت هدي يسن رجل جلن نول مجرتو يضا ساسية تهي هوشا دلك انو نبض نقضة ما اهمت قف iyo group u taala waa mid Soomaaliyeed oo taala han noqoto dadka Soomaaliyeed dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga waa in wada shaqeyn iyo istaraatiijiyad aad la leeyimaada taasna laga sugayo runtii iyo dhab ahaantii dawladda Soomaaliya inay soo diyaariso annaga wixii gacan aan ka geysan karno inaan ka geysano hadalka waan ka dhawaajiyay markii uu dambeeyay media ka hadlay waa in dawladda laga sugayo ila timaada barnaamij nabadeyn iyo dib u dhis dawladda ah iyo dalka ah dadka dibadda jooga dhamaanteen siyaasiinteena iyo shacabkaana aan gacan ka geysano dawladda barnaamijkeeda waa taa ugu dambeeyay maadaama aad tahay siyaasi Soomaaliyeed ka mid ah dalka Norway ahna waliba siyaasiinta dalka Norway waliba xilibaan ah maxaa ummada Soomaaliyeed ugu baaqleeyay waliba kuwa ku nool dalka Norway maxaa dhileen waxaan Soomaali guud ahaan ugu kula dardaarmaya oo ugu baaqaya isku duubnaan ba wax loo gaaraa ha noqoto dalka gudihiisa iyo dibadda Soomaalidaana Norway hadda joogta waxaan ognahay dhibaatooyin badan iyo challenge badan oo hor yaalla ee ka mid ah arrinta
nalaga qaadanayo shaqala aan tamar qaar ku jirta iyo arimo badan oo ma aragtay in horyaan waxa looga bixi kara waa isku duubnaan isku duubnaanta ay noqonaysa xalka kaliya oo lagu gaari karo in ma aragtay horumar la gaaro taasina waa qosaysa kadalik Soomaaliya dhibaatada ka jirta isku tu isku duubnaan iyo in dis dhageysto oo la siiyo janis oo wax la kala fahmo ee lagu gaari kara waata idaawad yaal wali waxaan ku jirnaa xafiiska Samsung aynu soo booqanay waxaan la fadhinaa hadda wakiilka Samsung Foundation ee ah wakiilka u fadhiya Europe Ibrahim Maxamed Booday Ibrahim ku soo dhawow shabakada warbaahinta caalamka ee maanta xafiiska uu soo booqday aad iyo aad ayaan u mahadsantiin oo aan faraxsanahay in shabakada caalamka inuu soo booqato xafiiskeena waxaan daadihinaynaa barnaamijka ciid wanaagsan oo aad nasiib u yeelatiin xafiiskaaga booqasho kuugu nimaado adigoo fursada TV-ga caalamka ka faa'iideysanaya yaa salaamaysa ummadda Soomaaliyeed dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan si guudna ummadda Islaamka ee maanta ciidul fitriga ku iideysa dunida caalamka si gaar ah waxaan u salaamayaa dhammaan madaxda iyo mas'uuliyiinta hay'adda Zamzam Foundation iyo shaqaalaheeda intaba waa tahay maanta xafiiskaaga kugu soo booqanay waana maalin ciid ah Samsung Foundation wax badan ma aragtay waanu la soconaa barnaamijkeeda maxaa marka isbeddel maanta aad dadku u sheegaysaa iyo dadka caawinayseen iyo dadka inta wax u qabanayseen aad iyo aad u mahadsantahay waa su'aal fiican Zamzam Foundation waa hay'ad Soomaali ee leedahay magaceedana waxa la yiraahdaa Zamzam Foundation for Somalia waana hay'ad 20 jirsatay oo ma aragtay gobol walba iyo tuulo walba wax badan ka qabatay shaqada ugu badan oo hadda aan xoogga saarnay oo bilaha ugu dambeeyay ayaa waxay ahayd inaan sameyno xarun shaqo abuur iyo ma aragtay sida wadankii dhalinyarada ma aragtay lagu sameyn lahaa goob ay shaqo ku helaan waana waxyaabaha aan ka wada hadlaynay oo aan rabnay inay gacan naga siiyaan adanuna Zamzam xildhibaan Saciid Daamey iyo professorka oo ahay professor ma aragtay Maxamed Gaas oo ah professor jaamacadda oo wax ka dhiga iyo aqoonyahanno badan oo aan rabnay in Zamzam si samarbaad guud aan wadankii wax ugu qabano waa tahay ugu dambeyntii Zamzam maanta oo ciid ah maxay magaalada Muqdisho ka qabatay waxay ka qabatay ku dhawaad 49 qoys ayay siinaysay ciidul adxa oo isugu jirto arfada iyo xoolahi ciidul adxa la qalaayay ilmaha agoonta oo dharkii ciid la siiyay iyo ma aragtay salaadii ciida ay la dukadeen ma aragtay xarumaha qaxootiga Soomaaliyeed Ibrahim Maxamed Booday oo aan qoreys ku la yeelanay xafiiskiisa barnaamijkii ciid wanaagsan ayaa weli ku gudu jirnaa waa shabakada warbaahinta caalamka aad baad u maasantahay ciid wanaagsan kulli sana waantum tayyibun enjoy with your family and friends and have a lot of fun I hope Allah give you all the best wish the best luck and Allah will give you Jannah where you come from Paris we are from Chechnya Chechnya okay Chechnya yes. And you she's my also. Sister okay she's your sister yes she's from also Chechnya yes okay we were in the mosque and we were praying and making dua for all the Muslims and the people who is in prison the Muslims who Yeah. And I wish the best luck of to every Muslim and have a good Eid, inshallah. Thank you. Eid wanaagsan. Eid wanaagsan. Sidee aragta maanta ciida? Waxaan u arkaa farxad iyo raaxayn. Waxaana u hambalyeynaynaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay ku joogaan. Meel kasta ay joogaan, khaasatan dadka Soomaaliyeed. Eid wanaagsan. Kullu caam wa antum bikhayr. Aad baad u mahadsantahay. Eid wanaagsan. Wanaagsan waan. Waxaan u hambalyeynaynaa dhammaan muslimiinta ciidaysta meel kasta ay joogaan. Waana aan leenahay Eid wanaagsan. Eid wanaagsan. Eid wanaagsan. Eid wanaagsan. Eid wanaagsan. adoo fursada TV-ga caalamka ka faa'iideysanaya salaamays maanta ma sha Allah ummada Soomaaliyeed muslimiinta meel alla leh meesha joogan maanta idu waxay aad u fiican salaad waxaan ku tukanay masaajidka weyn ummada masuulada timid ma sha Allah maanta waa maalin ka duwan maalmihii horeeto ma sha Allah waan leenahay kullu caam baan u antum bikhayr aad baad u mahadsantahay adiga mudan Ramsi ciida ku jirnaa ciid wanaagsan adigoo fursada TV-ga caalamka ka faa'iideysanaya maanta yaa wax dheela bismillaahir rahmaanir barka ummadda Soomaaliyeed maanta waxaan leeyahay mubaarak maantii waa Soomaali jooga dadka iyo jooga North America iyo qaas ahaan Turkiga iyo Ingiriiska dhammaantii waxaan salaamaya waxaan ugu hambalyeynayaa intaan arko ilaahay xafido soo adiyo suusha dadka dhowr way ku dhibaatay san ma waa
دولت عصب أو دلتنا إله إنه دولت خير إله إنه هو نجوا رئيس وزراء حلو ديمال رئيس وزراء لصوح ولي سيناس أوجد وحن إله إنه رجينا إنه قرب كسيله يقله دبعتنا إله إنه هو فضي دبعتوين وواحد ماشي يالله حلو ديمال حل علوس أياله ديمال حل كسي إله إنه هو فضي أيان إله إنه رجينا إن شاء الله تعالى دول يال ما أنتوا يا دمال العيدة إنه ستة وستين جوسو تبين إنه برامج العيدة وحنو كسو جب جبين إنه هلك إنه تاجنا هاي وانجو أهوري ويلجلكسي تاني برامج كانوا قال انت انه كل مدونه وشبكه ورباهينتا عالم كي تي في فيديو ادله سداسيو تبدل